اول شغله بدي اقلم الباذنجانه، هي راح اقيم هسه بس من فوق بهذا الشكل، وراح اقلمها بدي اقيم بس جزء صغير من القشره تبعتها هاي هيك. طيب هلا الباذنجانه اذا كانت مره، اعطيكم كمان تريك كيف ممكن نخلص من المرار تبعها. بعد ما نقطعها مكعبات، رشه ملح وحطوها بمصفاي، اتركوها بالمطبخ تقريبا ربع ساعه او نص ساعه، تنزل منها مي، هاي المي بتكون اللي هي طعم المرار بيكون فيها، بعدين تقدر تستعملوها. شوف يعني حاول ما تحركه كثير عشان ما يعبينا. بس دير بالك عليه. كيف بتحبه ويل دان ميديوم ويل؟ لا اعطيه هيك لون بني حلو. ابشر طال عمرك. طيب راح اجيب لك صحن احط لك هدول. بدك بعد ما اخلصهم احطهم هنا؟ لا لا لا. نبلش هون باللحمة والبصل. أوكي. هاي هم عندك. أجيب لك كمان صحن عشان نحط هذا بالهذا. نحط لك فيه منديل مطبخ عشان نصفيها. إيش هو؟ لا كنت بس بعمل أجواء. عشان نصفي زيت فيه. أنا محمي زيت على الآخر. الباذنجان صحيح حمو زيت على الآخر، مش زي ما ذاك اليوم كنا عم نحكي. ذاك اليوم كنت عم بحكي لروان. إيش؟ لما تقلي شغلة عشان ما نحرقها ونخربها. بلشوا على نار كثير حاميه، بس تحطوا الاشي جواته بتقلوه، وطوا النار اللي هي الدجاج والنجتس وهالقصص، انه خلوها نار وسط مش تحطوها على الاخر. اوكي رواق. هي حلوه الباذنجان، شام الريحه واحلاها. ما الباذنجان بفوز دائما. بعدين ما تملحوا الباذنجان، ملحوا الباذنجان بعد ما تقلوه. أوكي. عشان ما ينزل ميته وترطشنا وعبي الدنيا. اهلين وسهلين بالصدام. يا هلا فيك. هلا باخوي. رشه ملح، خليه يتقلى مع بعض. طبعا اللحمة اختياري، انا حاط لكم اوريدي بروتين فيها، حاطط فيها حمص حب، جيب قرن فلفل، بس وين عملنا زي اوبن دي. والله ناسي. طيب يلا نعمل شيء هيك، ويجوا كل الناس اللي بنقرا التعليقات ونسلم عليهم، كل حدا اجى. قصه كانت اعداد كبيره يعني، وناس وانبسطنا وعملنا اكتيفيتيز. نرجع نقرا القصص. هاي هاي عندي هون حمص الحب كمان، راح اقليه مع اللحمه، راح اضيف البندوره، خليهم يتسبك كلهم مع بعض، كلهم فوق بيحكوا هاي يتسبكوا مع بعض. نخلي شوي للوجه. وعندي قهوه. هلا ايش عندنا؟ شو عندنا؟ اهم مكون. نعم. بنحط بنخفف صوص البندورة عندي هون شوي، عندي الباستا هون راح استعمل بنة، سلقتها حسب تعليمات الباكيت الا دقيقتين عشان راح تكمل طبيخ عندي بصوص البندورة. بنعطيها تقليب هاي هيك، بنقلبها شوي لما ايش؟ باستا كمان مرة تسخن مع الصوص. 100%. خلي لي كم من حبة للوجه. نقلبهم مع الباذنجان، انا بدي هذول يتفعصوا. روح يلا. ايش بده انا بقول لي؟ ممكن دائما بالسفر كثير ايام ممكن بدك شيء لوكال وهيك، مش مطاعم كثير ايام ممكن تنفلم، بس في اكلات روسيه، في عندك شربت الشمندر مثلا، هاي ما بعرف هاي يعني اغماء يا بزوز، زي العسل. ايش بالحياه؟ ابو العبوي بقول ما شاء الله تبارك الله عليكم، الشيف دمه خفيف وبضحك ومش كشر.